هلو فرند، نبدأ الاستوار. مشينا بلا مقدمات. كنت جالس على الكرسي في بيتي قدام البيسي ديالي مكونيكتي بالليل مع الجوج، وكنت حالت الشرجم شويه. نط من بلاصتي باش نستو، ما حسيت بالبرد تحرك ديك الليله. المهم سديتو ورجعت لبلاصتي، نكمل الشاط مع البنات. واحد شويه حسيت بحال الشرجم تحرك شي شويه. هزيت عينيا ما كاين والو، قلت غير البرد واقع على اللي دفا. هبطت راسي شفت في الكلافي وكنكتب شويه. ما علي ما بيها جاني واحد الاحساس غريب، قال لي شي واحد معايا في البيت. قلبي بدا يضرب وبديت كنعرق، وليت كنقرا القران. نط من بلاصتي بقيت نشعل الضو، وسمعت صوت قال لي ما تخافش عرق في الامان. وانا نقص من بلاصتي ورجعت له، كيبان لي خيال جاي خارج من وسط البيت وجاي قاصدني انا. صافي في ديك اللحظه صافي فشلت، وقلت صافي مشيت فيها كفته. المهم داكشي جاي قاصدني حتى وصل حدايا وحطيته على كتفي، وانا كنقفقف بالخلعه ولا موت فيا. شويه كانت صدمه بان لي داكشي، وكان عبارة على بنت آية في الجمال وقوصة بزاف. قالت لي شوف، انا ما غادي ندير لك حتى حاجة خايبة، بغيت غير تعاوني عافاك، واي حاجة بغيتيها غادي نحققها لك. فرحت من قلبي، والخوف رفع فرحة. قلت لي سبحان الله، واش انا كنحلم؟ واش حتى نتوما باقي بحال هكا؟ والعجب كنت غالط. المهم فاش غادي نعاونك انا؟ بدات كضحك وقالت لي انا بنت واحد الملك ديال العفاريت، وبغى يزوجني لواحد الشاب انا ما بغيتوش وبزز عليا وهربت ليه، ودابا ملي عرفوني هربت. بثلاثة تابعيني، هذاك خينا وخوه ولد عمو بغاو يقتلوني، وملي بان لي الضو عندك في الشرجم دخلت عندك باش نتخبى هنايا. قلت لها انا هارب انا منهم وجاية عندي، جايبة لي ثلاثة ديال الجنون قتالة غادي يصفيوها ليا بهاد الليلة. ما كملتش هدرت حتى كنسمع الشرجم تحل وتسد ثلاثة ديال المرات وثلاثة ديال التنقيزات. عرفت القضية حماضت، وانا مسخوطة غبرات من قدامي، ما عرفتش فين زادت. وانا بقيت حاصل بين هذا، الخلعة شداتني بنت لي الموت بين عينيا، شدتني واحد اليد من عنقي، عينيا كانوا وادين يخرجوا من بلاصتو. وسمعت واحد الصوت قال لي فين هي فريحة؟ قلت لي بزز وواقعجني، اش من فريحة ولا حزينة؟ راه خرجت من هنا وجيتو نتوما، ما فهمت والو. هاي دخلت وخرجت، طلق مني على العار، قال لي عند امك الزهر ولقيناها عندك هنا، هنايا غادي نصفيها عليك، ودابا كمل الشرط ديالك مع بنات الناس. وانا وصيت بقيت كذب عليهم وغادي نوري لهم، وانا نقول انا ريم ويمشي عارف اني كنكتب على البنات. صافي هادي التوبه، خرجوا ولاد الهم منين جاو، وانا مخلوع وخايف. شويه حسيت بالشرجم عاود تسد، واحد الصوت كان حدا ودني قال لي شكرا ليك بزاف عاونتيني، كنت غادي نمشي فيها. وشويه البنت بنت لي تاني فريحة الغزاله، ونسيت تاني كل شيء وسرحت في الجمال ديالها. انا ريم ويمشي اجي شوفي ولدك مع بنت ملك العفاريت، وانا نقول لها عفاك عندك يرجعوا تاني، انا راه كانوا غادي يقتلوني يعني يخرجوا من بلايصهم. وهي تقول لي لا ما تخافش، هما غير خلعوك حيت هما بغاوني انا، بغاو يقتلوني انا، ولكن غادي نرجع عند بابا وغادي يقتلهم كاملين، غير اصبر وتشوف. انا بعدا غير بعدي مني، ما بغيت نشوف والو، بغيت غير نتكونيكتا. قلت ليها قول ليها سميتي انا فريحة وانت شنو سميت؟ قلت ليها انا سميتي المنحوس اللي ما عند با زهر في هاد الليل اللي تسلطوا عليا فيه. قلت ليها لا ما تخافش، انا دابا غادي نمشي، واسمح ليا اللي درت لك شي مشكل تهلا في راسك. قلت ليها لا هانيه فريحة ما كاين حتى مشكل، راه حتى انت سبحان الله ماشي منهم، انت راك بوحدك وغزالة ولا ما بغيتكش تمشي وتخليني. حسيت براسي بحال الفريخ بدا كيقهر ليا. قلت لي شنو كتقول انا منحوس؟ قلت لي عافاك ديني معاك ما تخلينيش هنايا. قلت لي انا راه في خطر، فين غادي نديك معايا؟ راه غدا راجع للدار وغادي نعاود لوالدة الشي اللي دار ليا داك المسخو، وانا هاري كنت شوفه راه خايب والله. قلت لي هو خايب وبغا يدي الجمال كامل، كيف داير ليها؟ قلت لي عرفتي انا منحوس، انت راك غزال والله، وغادي نعطيك هاد الخاتم وإلا احتاجيتيني شوف فيه وقول ثلاثة مرات فريحة، وغادي نحضر في البلاصة واخا. قلت لها لا عافاك ديني معاك، وما تخلينيش هنايا راه طلع لي الدم من هاد البلاد، ديما مكونطي مع أوروبيات والمغربيات والخليجيات، وشحال ديال الكذوب باش نصوبي راسي وتقول واش بغات تصدق. بدات كضحك قلت لها ضحكتيني والله، واخا طار لي هاد المشكل كامل خرجت الضحكة من فمي. المهم نخليك دابا، أنا غادي نمشي ودير الخاتم صبعك، وكيف ما قلت لك فريحة ثلاثة مرات واخا، يلا بسلامة. تندور راسي تنقول هادي فين طارت وخلاتني، ناري على زين. شويه كنسمع الدقان في الباب ديال البيت ديالي، تخلعت ناري شنو هادشي عاوتاني. حليت الباب وانا نلقى الوالي شدني شنق عليا وقال لي ياك كنقول جدبوك ناس بكري وانت ما على بالكش بهضرتي ولا شنو؟ والوالد راه عندي مشكل والله، طلق مني عيني غادي تخرجوا من بلاصتهم، انت اللي بكيتي عليا. قال غادي نوري لامك المشكل كيف داير، تبات سهران بالليل تشاطي عليا مع البنات وتقول لي عندك مشكل، شكون ديك فريحه اللي كنسمعك كتهضر معاها كتقول لي اديني معاك من هاد البلاد؟ تبعتي خبز الحمار والله كون ما حشمت تنجري عليك من الدار.
مشى الواليد وشديت الباب وطلع لي الدم وانا هضرته وانا نطفي داك المشقوف ديال البيتزا وتكيت في براسي وبديت كنفكر في فريحة ناري السيدة شحال زوينة وبزاف. وانا بدا نشوف في الخاتم قلت واش نقول سميت فريحة باش تحضر ولا بلاش. شوية قررت وقلت غادي نطق بسميتها ولا ليها ليها. وشفت في الخاتم نطقت بسميتها فريحة فريحة وانا نسكت ما كملتش التالتة. قلت لا لا انا في عالم وهي في عالم اخر ما تصلحش ليا وانا ما نصلحش ليها. وخا كاع صراحة بقوصة العفريتة الاخرى المهم ديك اللي راه ناس وانا خايف عليها ليتو هادوك المساخير. ولكن فريحة قادة براسها على حس ما كديروش هادشي ما كيدخلش للعقل. المهم الناس حسن ديا اللي رجع الوالد يكمل عليا الباقي. ناس نضرب شي واحد الناس والصباح بكري كنسمع الدقان في الباب جاني وقلت شكون ديك شكون طويلة. نسيت ما قلت لكم بلي انا غير صحابي اللي بدو لي سميتي بالمنحوس حيت اللي حطيت فيها يديا ما كتصدقش. وانا ولفت المنحوس على سميتي اللي هي حمزة ولد درب سلطان وسمعت صوت الوالد وقال لي وداك ولد الهم حل الباب ولا غادي نفرعو عليك. نطت من بلاصتي والدوخة شداتني من ودني حليت الباب هو يقول لي الوالد نوض سير قلب على خدمة بركة من الناس والشاط مع فريحة ولا غيرها بالليلة المسخور. قلت الوالد عافاك خليني الناس راه عييت ما نقلب على خدمة وما لقيت والو راه ماشي لخاطري. قال لي خرج ولا ما غادي يعجبك حال. قلت لك دابا هي دابا. قلت لي واخا الوالد انا غادي خارج غادي نغسل ونلبس ونخرج كيف ديما نقلب على ظهري العوج. المهم لبست وخرجت نقلب على الخدمة وبالي في غير فريحة مرة مرة كنشوف في الخاتم. درت حتى عييت ما لقيت والو ما خليتش فين دفعت السيفي ديالي. رجعت للدار لقيت الوالدة خدام سلمت على الوالدة واختي الصغيرة حنان تغديت ومشيت دخلت البيت سديت عليا وجبت البيسي ديالي حليت الفيس ودخلت. بدا حمزة كيشاطي مع البنات وتفكرت التهديد اللي قالوا لي دوك العفاريت اللي دخلوا عليه من الشرجم ديال البيت. حمزة بقى جالس من صراصو حتى شاف الساعة وصلت 7:30 وانا تخرج من البيت قبل ما يجي باد من الخدمة مع 8 تفرق والو زعما راه كان جالس مع اختو حنان والوالدة ديالو. هو ملي دخل هو مخرج عينيه في البيسي دخل الوالد سلمت عليه وبست ليه راسو وقال لي الله يرضي عليك ولدي اجي بغيت نهضر معاك واحد جوج كلمات. حمزة تعجب اوه الوالد قال لي الله يرضي عليك ولدي العجبة هذا. قلت لي انا كنت مع الوالد شنو بغيتي مني. قال لي اسمح لي يا ولدي كنت قاسم معاك دابا الله يسهل عليك غير سر لقرايتك قراية اللي قريتي حتى شفتي ما غاديش تمشي غير هكاك. قلبي صغير لا يتحمل والدموع خرجوا من عينيا وعنقت الوالي. قلت ليه كان بغيك الوالي الله يخليك لينا. قال لي الله يرضي عليك ولدي ويسهل عليك واخا انا عارفك ما لقيتي والو ولكن قلبي كيقول لي غادي يسهل ليك وبلا ما تبكي امين ولدي ويخليكم ليا. تعشيت وانا فرحان وزيت اختي حنان بزاف ولعبت شويه معاها حتى جات الوالده قلت لي حمزه عطيني حنان نعسه ونوض نعسه ولدي الله يرضي عليك. دخلت لبيتي وانا ما فاهم والو اشد حنان نزل على الوالد اليوم سديت البيت بالسعروش من الداخل ودخلت الفيس تاني صراحة بلي هاد الفيسبوك وليت مدمن عليه ولكن راه عالم كنحس فيه براسي بحال عايش في عالم ديالي بوحدي. المهم دخلت لقيت شي بنات ولاد ما عنديش معاهم هما اللي عندي في الفيس وبديت كنقلب على ديزاغمي جداد حتى بنت لي واحد البنت دايره واحد التصويرة زوينة عجبتني وانا نصيفط لها انفيتاسيون تسنيت تقبلني. دازت شي ساعة كنت ديك الساعة متكي فوق ناموسيتي وكنشوف في الخاتم وقلت فينك فريحة وشنو دابا كديري خصني نسول فيك. وانا نطق بسميتها كيف عيط لها ثلاثة المرات وانا نحس بالشرجم تحل بشوية وتسد بشوية وكنحس بها جاية حتى وصلت حدايا وبان لي غير الوجه ديالها ناري على زين عندها. قلت لها حمزة اش خبارك لاباس عليك الوالد والوالدة واختك حنان لاباس عليهم. قلت لها فريحة توحشتك اش خبارك انتي انا راه بخير ولكن كيفاش عرف عليا كلشي انا ما قلتش لك بلا سميتي حمزة قلت لك غير المنحوس. قلت لي انا بخير راه الخاتم عندك وكلشي وليت كنعرفو عليك بلا ما تخبي عليا هاد المرة حتى حاجة على المنحوس. المهم انا رجعت للدار واسمح لي الوالي وتهلا في هذوك خوتنا اللي كانوا تابعيني قلت لهم كاملين. قلت لي الخاتم لي منه كلشي مزيان ايوا على سلامتك فريحة راك زدتي زيانيتي. قلت لي ربي يخليك انت اللي زوينه العفريت. بقيت انا وفريحة كنهضروا واحد شويه قلت لي الوداع غادي نمشي ما بقيتش غادي نرجع تهلا في راسك راك عزيز بزاف. غبرات فريحة وخلتني مصدوم وعيني مرغرين على ظهري حتى من فريحة مشات عليا وخلاتني بوحدي كون غير داتني معاها نغبر حتى انا من هادشي ضاعوا سنين من عمري بلا فايده ولكن كما قال الوالد غادي يسهل علي الله انا تايق فيه. بردت شويه وتهدنت قلت نوض الناس ونطفي بعد البيسي مدينت قلت حتى نضرب طلع على الفيس عاد الناس وكانت الفرحه مريم بنت مراكش قبلتني عندها ولات طاف الزوينه اللي كنت جات. جلست فوق الكرسي الناس طار مني اول مره نحس بالزهر دق عليا ولا واقيلا غير طلع عليا من الشرجم لقيتها مازال داخله. قلت لها السلام قلت لها السلام شكون معايا قلت لها معاك حمزه من كازا وانتي
قلت لي شكون حمزة؟ واش كتعرفني؟ قلت لي لا لا ما كنعرفك ما والو، انا غير بنتي ليا قلت نتعرف عليك، لا ما كان عندك حتى شي مشكل. وصيفطت لك انفيتاسيون. قلت لي ماشي مشكل خذ راحتك. قلت لي ربي يخليك صافي عليك، بعدا شنو اخبارك؟ كلشي مزيان؟ قلت لي الحمد لله بخير، نسولفك الخير. قلت لي مريم فين كتسكنينا مدينه؟ قلت لي انا من مراكش اخويا حمزة. احنا تاني اللي ما بغيناش خويا ولا بويا. قلت لي متشرفين بناس مراكش. قلت لي ربي يخليك اخويا، المهم تشرفت بيك، تهلا فراسك، غادي نمشي نعس دابا، سلامة. حمزة طلع لي الدم حيت غادي تنعس، هو مازال ما عرفتها مزيان. قال لها مريم بلاتي شوية، راه مازال الوقت. ما جاوبهاتوش، خرجت من الفيس وخلاتو. حمزة مازال طلع لي الدم، وقال بلاتي ندخل نشوف التصاور ديالها اللي دايرة في الفيس، وكيقول مع راسو هاد مريم صراحة زوينة بزاف، وهاد التصويرات نسيك فختها، غادي نوض نعس حسن ليا، حسيت براسي غادي نحماق، كنهضر غير بوحدي. طاح حمزة للبيسي، ومشى لبلاصتو، نعس. وصورت مريم وفريحة بجوج في بال، مرة كيتفكر فريحة ومرة كيتفكر مريم، وكل مرة كيرسم الأحلام ديالو مع وحدة فيهم. شوية قال مع راسو لا جيتي تشوف، خصني ننسى فريحة ونشوف مع مريم حسن ليا، هي من الإنس، أما فريحة ما خداماش ليا، هي من عالم آخر، عالم خطير عليا، غير حفظني الله من داك المدخوط اللي قشني حتى عيني يخرجوا، كان غادي يصفي عليا وأنا مازال ما شفت حتى مريم. نعس حمزة والصباح فاق، جاب عندو في يعقوب قال لي نوض ولدي تفطر، ولا بغيتي من بعد تنعس غير سير رجع الناس. حمزة ما فهم حتى حاجة، واش هادشي اللي كنسمع؟ ياك ما الوالد ولا كيدير شي دروغ ولا شي حاجة. قلت لي راني جاي الوالد، انا غسل وجهي ونجي نفطر. واخا ولدي الله يرضي عليك، غير بشوية عليك غادي نتسناوك حتى تجي على خاطرك. بقيت واقف في بلاصتي ونصلو، واش هادشي؟ بلاتي نقرص راسي، ياك ما كنحلم ولا شي حاجة. حمزة مشى من بعد ما قرص راسو لقى راسو راه في الواقع وفايق، ما كيحلم ما والو. المهم مشى للصالون لقى مو باه وختو وحنان جالسين كيتسناو فيه باش يجي يفطر. والصدمة تصدم اللي لقى الطابلة عامرة، اش منك يا عاصر؟ اش منك يا حلويات وبغرير ومسمن وعسل وفرماج وزيد وزيد؟ لائحة طويلة، المهم الطابلة عامرة ديالها بصح بداكشي اللي كيبغي حمزة. الوالدة واش كتسناو شي ضيف جاي يفطر معانا؟ الوالد قال لي زيد ولدي تفطر زيد، راه حنا كنتسناو فيك غير انت. قلت لي الوالدة زيد ولدي راه باك خرج الصباح بكري، جاب هادشي كامل على قبلك باش تفطر مزيان. العجب هادشي انا ما فاهم فيه والو، كان الوالد ديما كيقول لي كل خبز واتاي وحمد الله حيت لقيتيه، ودابا جايب هاد الخير كامل على قبلي. والعجب والله، المهم كليش مزيان، واول مره غادي نحس براسي فاطر مزيان فحالي فحال الناس. خوكم صابح ناشط، خصوصا ملي ساليت الفطور جبت الوالد واحد 200 درهم وقال لي هاكا ولدي سير خرج مع صحابك بدل شويه الجو. ناري الصدمه كانت كبيره، والله الا قلبي الصغير لا يتحمل. الوالد واقيلا ندم على ما كان داير فيا، وباغي يدير الخير في ولدو. المهم هانيه شديت الفلوس ومشيت، دخلت البيت شعلت البيسي ودخلت الفيس كنقلب على شي واحد من صحابي، نقول ليها تخرجوا نتغداو شي بلاصه نبدلوا الجو. المهم قلبت ما لقيت حتى واحد من صحابي، شويه ويطلع لي مريم بنت مراكش. صراحه فرحت وقلت غادي نقول لها صباح الخير. قلت لها صباح الخير مريم شنو اخبارك؟ قلت لها صباح الخير الحمد لله بخير، انا دابا في كازا جيت غير دابا. ويلي هذا كله ظهر عندي، مريم جات لكازا. قلت لها اوه فين تيا فين في كازا وعند من جيتي؟ شي عائله؟ قلت لها لا غير جيت نبدل الجو شويه وصافي، لكن كنتي مسالين نتلاقاو، انا ما كنعرف حد هنا وجيت غير بوحدي شنو قلتي؟ يا ربي قلبي غادي يسكت، واش انا تنحلم؟ ياك ما داك النحس اللي كان تابعني حشم على اراد وغبر من حياتي بمره، بغى يعوضني على ما دار فيا. قلت لها اوكي فينك دابا؟ انا شويه ونجي عندك واخا. قلت لي انا دابا في المدينه. ملي توصل صوني ليا نمرة التليفون ديالي. قلت لها صافي راني دخلت عندي غادي نصوني عليك باش تطلع نمرتي عندي. صافي اخويا هاهي عندي. المهم ملي توصل صوني ليا ونتلاقى تاني خويا ولا اني المهم هانيه المهم شوفها. وديك الساعه انت عارفون دوزو نهار زوين ومن بعد الحمد لله. حمزة ضرب واحد تدويشة ولبس أحسن حطة عنده في الماريو ودار واحد شوية الريحة، قاد حال جوج الطاكسي للمدينة. وصل وصلنا بمريم ما جاوباتوش. حمزة قال ويلي اش هادشي ياك ما حنسراتني؟ المهم نتسنى شوية، شاف الخاتم اللي عطاتو في ريحة وحيدو من صبرو ودارو في جيبو، قال مع راسو لجات مريم غادي تصحابو خاتم الخطوبة. شوية التليفون ديالو كيصوني شاف لقى مريم جاوبها. قلت ليها اسمح لي ما جاوبتش، كنت شادة الطريق فينك دابا؟ حمزة تلف من اللي سمع صوت ديال مريم وقال مع راسو الله الله على صوت. قال لي انا في البلاصه تما. المهم قلت لي راني قريب نجي. وصلت عندو تلاقى وسلم عليها بقى وغادي كيتمشاو قربوا لواحد الريستورو. مريم قالت لي مالك حمزه ياك ما هي؟ قال لا ما كاين والو غير زيدي نمشيو لديك الطابله ونجلسو. قلت لي واخا اللي بغيتي، المهم خذ راحتك. مشاو وجلسوا. قلت لي شنو غادي ناخذ الغدا؟ حمزه تلف وكيهضر غير مع راسو انا ريم امشي اسهل المشكل طحت فيه، واش 200 درهم ديالي اللي غادي تغديني انا وياك مريم؟ شوها صافي غادي نغسل الماء عندي لا دراستو ما فيهاش.
قلت لها حمزة هذا الراجل يجمعك شنو غادي تاخذ؟ قلت لها خذ لي شي حاجة من الاختيار ديالك. بدات تضحك وقلت لي واخا اخويا. حمزة كان مستريسة ومخلوع وملي سمع كلمة خويا زاد مرات ثاني هي اللي بقات ليه. المهم مريم خدت الغدا من الاختيار ديالها ومرشت الطاولة بالماكلة وحمزة غير كيشوفو ساكت شوية قال مع راسو ديلي هاديها ناكل بعدا ويحل الله. قلت لي مريم ايوا كولا شفتك حشمان وغير ساهي واش عندك شي مشكل؟ قلت لها لا ما عندي والو انا غادي نعجبك في هذا الشيء نبرد غديتي في هذه الماكله قبل ما نتفرش. المهم تغداو وحمزه ما خلا شنو كلا ومريم غير كتقول لي بصحتك وراحتك سهله وبغى يمشي وجابوا لي الخلاص الورقه فيها 1000 درهم. حمزه شدها شافها وتخلع اللون ديال وجهه تبدل يا ربي شنو هذا 1000 درهم كامله. يتنقز مريم قالت لي حمزه مالك راك ما عاجبنيش وقال عندك شي مشكله عطيني ديك الورقه شحال جات نوض نخلص. حمزه مريم غادا تخلص لا اجت ناقصه تخلص عليا بنت تخلص عليا انا بنت حمزه حشومه. شويه كيسمع واحد صوت فوتني قال ليه والله ما كتحشم حمزه 200 درهم جيبك وزيدها بالناس فرحه رجعتي اش كاين يا عفاك راني حاصل. قالت لي دير الخاتم صبعك وخشي يدك في جيبك غادي تلقى الفلوس غادي نمشي دابا. مريم قالت لحمزه حمزه ما من كتهضر تكون فريحه ثاني. قال لها قلت لك فري خليك لينا بنينه شمنا فريحه. مريم بدات تضحك قلت لها عطيني ديك الورقه ارى لي لهنا ونوض نخرجو. حمزه فرح فريحه عاوناتو وجبد الخاتم دارو في صباو وقال نوضي والله ما تخلصيش يا ريال انا غادي نخلص. قلت لها حشومه انا عارض عليك انا اللي غادي نخلص. قال لها صافي هضرنا انا حلفت وما عطينيش خاطري تخلصي وانت طايفه عندنا في كازا. مريم قالت مع راسها حمزه ولد الناس اول مره شي واحد يقول لها هكا كلشي كان كيخرج معايا غير باش نصرف عليه حيت عارفني لاباس عليا ومسك عليا الله ناض حمزه يخلص ودار يده وجيب وجبد الفلوس ما لقى والو. انا ريال شاد المصيبه طحت فيها فين كفريحه وفين الفلوس. عاود قلب حمزه هو كيقفقف وقال الحمد لله اخيرا لقى واحد الجوا جبدو حلو يلقى فيه غير الزرقاء كتنطح حتى. وقال واش انا كنحلم هادشي بزاف عليا. خلص الغدا بقى ورجعوا لي الصرف وقال لحمزه خلي لك الصرف الخير موجود. حمزه بدا يتصرف مريم مشينا. قلت له شكرا حمزه نرثو عليك ساعه الخير. قال لها هاني بصحتك وراحتك خرجوا من الريستو. وحمزه فرحان حيت فريحه فرحاتو وعتقاتو من هاد البلان اللي كان غادي يطيح فيه. ومشاو للطوموبيل ومريم قالت حمزه كتعرف تسوق؟ قال لي مالكي حقرتيني. قلت لي هاي هاي الناس وايرين يلاه تسوق بيا. قال لي هي اللي ما تعاودش. حمزه طلع وعمرو ساك حتى بيكالا ودافع الجبهه ناول على فريحه ثاني وجهه مقزدر. طلع شفت الخاتم وقال سميتها ثلاثه المرات وهي تجي جلست وراهم. قلت لي فريحه حمزه واش انا غادي نبقى غير مقابلك؟ عيقتي عليا يلا حطيت راسي الناس وفيقتيني. قال لي انا بغيتك تعاونيني انا ما كنعرفش نصوب وحشمت نقول لها ما كنعرفش غادي تضحك عليا. قلت لي المهم انا غادي نعاونك انت دراسك تسوق واللي نويتيها في راسك غادي ديرها راه غادي نحس بها وغادي نديرها انا بحال نويتي الدور على اليمين انا غادي ندور الطوموبيل على اليمين متفقين؟ قال لي واخا جنينين هادي هاي خليك ليا. طلعت مريم حدا حمزه واستتبع وقلت لي فين نمشيو دابا؟ قال لي عادي نهبطو نديرو شي كافي في المدينه شنو بان ليك؟ ولا نمشيو نجلسو في البحر نشمو الهوا شويه؟ قلت لي اديني البحر احسن. داكشي اللي دار حمزه شدو الطريق سيدي رحاه غاديين وكيهضرو وقال لي هاد البلاصه كتعجبني بزاف. قلت ليها باينه غادي تكون زوينه حيت انت اللي اختاريتيها حميزو. حمزه تسلم من اللي سمع حميزو حيت كان كيسمع غير خويا خويا هادشي جديد عليه الزهر ولا معنقو. فريحه كتشوف فيهم وكتخنجر في مريم حيت كانت وراهم في الطوموبيل وهما ما كيشوفوهاش. قلت ليها زوينه عندك حميزو؟ قلت ليها زوينه. المهم فريحه دارت مزيان مع حمزه وصلوا للبحر وحطوا الطوموبيل وحمزه ما مشيقش راسو بلا جايب الطوموبيل من كازا حتى سيدي رحاه. هو ملي دوز التيرمي عمرو حط يدو حتى في برويطه قاعي غير الطوموبيل. هبطات مريم قلت ليها تبارك الله على الشيفور ديالنا صراحه راك حاضر وناضر. قال واش كنلعبو هنا؟ راه قلت لك شنو كاين. المهم قوا كيدورو شويه وكيهضرو فريحه غبرات وخلاتو. يمكن الا جاتها الغيره من مريم والله اعلم عجبها هذا حمزه صدقات ليه. حمزه حتى هو بدا كينسى فريحه حيت مريم داد ليه عقلو وعجبهاتو ديال بصح صافي تعرفو مريم حتى يعجبها حمزه بان ليها معقول وماشي طماع وما كيخليهاش تجبد من صاكه حتى ليها. شويه رجعو دخلو الطوموبيل باش يركب يمشيو للمدينه تحطو هي تمشي لمراكش ترجع للدار. حمزه المسخور فريحه مشات وخلاتو ملي يطلع باش يصوب الطوموبيل لقى راسو ما عارف والو تخلع وقال في راسو فريحه فينك؟ ليمن الاسر والو فقدت الذاكره. مريم قالت لي حمزه مالك ياك لاباس وقف وقف. حمزه وقف وقال لها اجي لبلاصتي راه حاسب راسي عيان الدوخه شاداني. قلت لي ما يكون عندك باس اجي ارتاح ياك ياك ما نديك للسبيطار. قال لي لا لا غنولي شويه غنمشي نرجع في الدار. وصلت مريم مع حمزه حتى للدار وحطاتو سلمات عليه وقالت لي بيناتنا التليفون حتى نوصلو نتا صلبي الله يشافيك. مشات مريم توادعات مع حمزه وحمزه تا هو سلم عليها ومشى.
قلت لها واخا سوقي بشويه وترك السلامه ملي توصلي صوني عليا ما تبقى بالي هاني. مشات مريم وحمزه طلع للدار وسلم على امه واخته حنان وشويه دخل با وقال له حمزه فيرك اجي لهنا. نعم الوالدك ما كاين لاباس فين كنتي اليوم؟ مشيتي قلبتي على شي خدمه ولا والو؟ حمزه ما فهم والو. الوالد صافي يتفرواح طار لي الفريخ مسكين. ياك الولد عطيتني 200 درهم قلت لي سير فوت مع راسك. انا عطيتك 200 درهم واش انت مريض فراسك ولا شنو؟ ياك ما وليتي كتكمي شي حاجه ولا كتاكل شي حاجه. والله الوالد ما كندير شي حاجه ها 200 درهم اللي عطيتيني في جيبي راه نشوف فين هي هاد 200 درهم. حمزه جبد 200 درهم من جيبو عطاها لبا وقال لي هاي الوالد شفتها؟ ايوا هي نسيت اسمح لي يا وليدي. دارها با في جيبو قال لي سير دابا طلع البيت وبعد مني هاد الساعه. حمزه ما فهم والو صدمو با في 200 درهم وقال مع راسو هانيه خير موجود. الجوا عامر فلوس وطلع لبيتو دار يدو في جيبو يجبد الجوا ما لقاش غبر كيف ما غبرت فريحه وغبرت 200 درهم اللي داها لي با. حمزه ما فهم والو كيفاش الوالد جبد عليا كيفاش الطوموبيل ما عرفتش ليها وكيفاش الجوا ما كاينش خصني شي تفسير لهذا الشيء. دابا غادي نعيط لفريحه شاف الخاتم ونطق بسميه فريحه ثلاثه مرات وكيتسنى باش تبان ليه. فريحه ما بانت ليه. مالها اشنو بايعك مع ايانا؟ بزاف الافكار في راسي خفت عليها تكون طرات ليها شي حاجه. المهم دازت ربع ايام وتقول فريحه واش بانت. ومريم انا وياها ديما كنهضروا في التليفون والفيسبوك وبعض المرات في الواتساب. المهم حنا على اتصال انا وياها ويوم بعد يوم كنزيدو نتعلقو ببعضياتنا وصارحت مريم بلا كنبغيها وحتى هي قالت لي بلا كنعجبها وكتبغيني. المهم واخا هكاك هادشي كامل حاسب شي حاجه ناقصاني باينه غادي تكونوا عارفينها. فريحه كنبغي مريم وكنفكر في فريحه فانا عمركم شفتو هادي. واحد النهار مشيت عند مريم لمراكش ودوزنا نهار زوين ولكن ما كنتش معول على فريحه حيت مريم عرفاتني ما خدامه والو وخلصات كل شيء. شفتو الصراحه شحال زوينه وقالت لي اللي تقالت عليك خفافت عليا حنا كنبغيو بعضياتنا وما لقاتش راجل بحالك. وقالت لي انا ما عندي حتى واحد عايشه بوحدي في الفيلا ديالي من بعد ما بابا مات وماما تزوجات وخلاتني ومشات للخارج تكمل حياتها بلا بيا وتزوجنا. وهنا فين غادي تبدا القصه والمعاناه ديالي من بعد ما قلت بلا النحس قتلتو بالعكس مات وخلى وليداتو. المهم تزوجت انا ومريم وعايشين سعاده وحب وتفاهم كيحسدوني عليه الناس. عاونتني مريم ودرت مشروع ديالي وكبر المشروع وليت معروف في البلاد. سميتي ولات معروفه بالفضل ديال مريم اللي تاقت فيا وعاونتني وخلاتني نوصل بعيد. داز سنين انا ومريم كنا ناعسين وانا نوض من بلاصتي وتفكرت الخاتم اللي عطاتني فريحه جبته من واحد الصندوق صغير درته في صباي وقلت جات واحد الشكه فريحه يعلم الله شنو بيك وشنو صاري ليك. خليت مريم ناعسه وكانت جوج ديال الليل جالس فوق كرسي قدام الشرجم وقلت بلاتي نطق سميه فريحه ثلاثه المرات والو فريحه ما كايناش طاري الدم وتازمت في قلبي بغيت نعرف فريحه اش اخبارها. توحشت وتوحشت الصوت ديالها. المهم حطيت الخاتم في الصندوق وسديته وبغيت نوض من بلاصتي وحسيت واحد الاحساس والريح تحل الشرجم اللي كنت قبالته ومشيت سديته وانا نرجع وانا نسمع حمزه باين عرفت شكون فريحه اخيرا بانت. قلت لها فريحه توحشت والله فين غبرتي عليا حشومه هادشي اللي درتي واخا الله. قلت لها حمزه ما قدرتش ننساك وانا كنت ديما معاك وكنشوفك ولكن ما كنتش كنقدر نهضر معاك ودابا غير باني ليا بغيت نشوفك علاش درتي هادشي ياك انا عزيز عليك وشحال من مره كنطق بسميتك وما كتجيش. قلت لي بالعكس حمزه انا كنجي ولكن ما كنهضرش معاك وانا اللي خديت الجوع وانا اللي درت معاك مزيان ملي الوالد تبدل ولا مزيان وانا اللي رجعتو كيف كان وانا اللي خليت مريم تولي ليك وندمت. علاش فرحة علاش درتي هادشي كامل وعلاش ندمتي ما فهمتش. حمزه انا كنبغي ما قدرتش نساك ورجعت باش نديك معايا تعيش معايا في العالم الاخر. كيفاش غادي تديني؟ نسيتي النهار الاول اللي كنت قلت لك ديني معاك شنو قلتي ليا؟ ودابا ملي انا مع مريم جيتي كتقولي لي انا كنبغيك وبغيت نديك معايا واش فريحه تسطيتي ولا خرج لك العقل؟ شويه بانت فريحه وقربات حدا وحمزه غير شاف فريحه وداخ ناري الزين اللي فيها ما كيدبالش تقول عندها 20 عام زوينه مسخوطه. انا كنشرف وهي كتصغر وهي تقول لي حمزه وجد راسك انت ديالي من هنا 20 يوم انا جايه ليك باش نديك. شويه قبرات فريحه ومريم ناضت من الناس وجات عند حمزه وقالت ليه مالك كتهضر بالليل بوحدك بسم الله الرحمن الرحيم واش تشيرتي ولا شنو؟ سيري تنعس راه ما كاين والو سيري مريم هيا غادي تنعس صباح على خير. مريم دخلها الشك والليل كامل ما جاهاش الناس كتفكر في حمزه اش هادشي طاري ليه علاش كيهضر غير بوحدو في نصاصات ديال الليل. الغد ليه فاقو وحمزه حتى هو علامات السهر باينه على وجهه كيفكر في الهضره اللي قالت ليه فريحه وخاف تكون بصح. هو دابا ما يبقى مع مرتو مريم حيت كيبغيها شويه ويقول لمريم اللي كانوا الصباح كيفطروا مريم عندي شي هضره بغيت نعاودها لك قول لي راني كنتسنى فيك تعاود ليا من شحال هذا. كيفاش من شحال هذه حمزه شكون هي فريحه
شكون قال لك هاد السميه يا مريم؟ اسمعني يا حمزه، انت كتعرف شي بنتي غير قول لي، انا راه ديما كنسمعك كتجيب هاد السميه ملي كتكون ناعس وملي كتكون بوحدك، كتبقى تهضر وتقول فريحه وتقول واش كاينه معاك. انا ما بغيتش نخسرك وجبت صداع معاك حيت كنبغيك، ما بغيتش نتفرق عليك ولا شي نهار تخليني يا حمزه. قلت لها صافي ما تبكيش يا مريم، انا غادي نعاود لك كل شيء وخصك تثقي بيا. قلت لها واخا اوكي راني كنسمع لك. انا غادي نقول لك، انا قبل ما نعرفك واحد النهار كنت مكونكت في الفيس ديالي بشويه، المهم عاودت لها داكشي بلا ديطاي، عاودت لمريم كامل، خلاتني حتى كملت وبدات كتضحك وهي تقول لي حمزه واش وليتي تدار لي دروك ولا شنو؟ مريم اش هاد الهضره كتقول لي؟ والله حتى معاك بصح، قالت لي فريحه من هنا 20 يوم غادي تجي ديني معاها نسكن معاها، هي راه دابا اميره وباها الملك ديال العفاريت. قلت لي حمزه نوض من حدايا، انا بغيتهم يضربوك هالكذاب صافي كنرضع صبعي ولا شنو؟ والله حتى معاك بصح، راه هادشي اللي قلت لك راه هو اللي كاين. قلت لي انتم رجال خطر كتقلبوا على المراه بحال الزمان، ولكن انا اللي غلطه قابل عليك وعلى بالك وخليتك تولي هما وشان، ولكن ولا لا بقات فيك انا مسطي ترى خاصك بويا عمر ولا برشي. حمزه ما فهم والو، ياك ما فريحه السبب في هادشي. هاد الهضره هادي ماشي ديال مريم، جمعات مريم الحوايج ديالها وخرجت من الدار ديال حمزه ومشات لدارها الفيلا اللي خلى لها باها، ولا فقصا شاده وغادي في الطريق وكتبكي حتى وصلات وحمزه طالع الدم مع حيرتو لمرتو مريم ولا فريحه اللي غادي تجي دير العالم اخر اللي ما عارف عليه والو. واخا فريحه كانت زوينه ولكن خاف يكون داكشي غير واد وتكون فريحه كتخلع، حيت كاملين كيف ما كنعرفو الجن ولا العفاريت كيقدروا يتسيفوا باي سيفه. المهم بقى في الدار وكل شيء تعكس ليه، حتى من الخدمه ولات عيانه وجا السيزي مشاو ليه الشركات وعندو الزهر قاد لي غير الدار اللي ساكن فيها. ومريم سمع بالله خوات البلاد مشات لبرا حيت عندها شي خدمه وغادي تبقى مده طويله تما. حمزه اللي زهر كان معنقو اليوم بهدلو ورجع ليه النحس اللي كان عشيرو في صغرو، واش هادشي مكتوب عليه ولا فايله فريحه اللي تسيفات عليه؟ المهم حمزه صافي فقد الامان وطلع عليه الدم وحتى من باهم مقلبوا عليه ملي ساقوا الخبر داكشي اللي وقع ليه، قالوا هذا باينه ولا بلي على ضروب داكشي، وقالوا ليه ما انت ولدنا ما حنا والديك خساره تربيتنا فيك. المهم دازت 20 يوم وفريحه جات عند حمزه وقالت لي انا جيت وبغيت ندي. حمزه بدا كيبكي وقال لها حرام عليك اشنو درت لي؟ قالت لي ما درتي لي والو، انا راه كنبغيك وحشومه ما تخليني هاد الزين كامل وتبدلني بديك مريم اش عجبك فيها؟ قلت لها هذيك راه مرتي وانا كنبغيها خليني هذيك، راه كلشي ظهر وحياتي اللي بنيت شويه بشويه فرمتت عين تهدمات. فريحه تسيفات عليه في الصفه ديال مريم وقالت لي حبيبي حميزو اجي ما تخرجي نديك معايا القصر ديالنا نعيشو فيه. لا لا انتي ماشي مرتي مريم، بعدي مني غير بعدي مني. شويه مريم كتفيق حمزه كان المسخوط ناعس كيحلم. قلت لي حمزه انت بعار لايك لاباس مالك اش عندك؟ قال فين انا فين مرتي مريم؟ قلت لي كيفاش على فين انا وفين مرتي مريم؟ انا حداك راك خلعتيني كتغوت وكتقول لي بعدي مني بعدي مني. ناري على حال ما كنت كنحلم كنت غادي نموت فيها، عار لي نشرب. قلت لي بسم الله عليك انا غادي نمشي نجيب لك تشرب. مشات مريم جيب لي نشرب وانا مخلوع وكنفكر في الحلمه. جات مريم عطاتني نشرب وسكرتها. قلت لي حميزو باش حلمتي ياك لاباس؟ قلت لها ناري اخلي على الله وصافي، حلمت واش جاني السيزي وانت مشيتي عليا والديا تخلاو عليا واحد جنيه سميتها فريحه ما تديني معاها العالم ديالها ديال العفاريت الله يستر. قلت لها يا ربي سلام الله يخليك ليا، انا عمري نخليك ولا نسمح فيك، راه غير حلم هذا صافي اقرا القران وناس. قلت لها خليك ليا واخا انا غادي ناس. شويه نعسات مريم وحمزه ناس وكيفكر في الحلمه وينوض من بلاصتو شويه باش ما يفيقش مريم، ناض وقصد الصندوق الصغير اللي فيه الخاتم قلبو ولقاه دارو في صباو وقال غادي نعاود نشوف واش فريحه غادي تجاوبني ولا لا. دار الخاتم صباو وقال فريحه فريحه فريحه، ما جاتش فريحه ما كاينش ليها الاثار. المهم شويه الخاتم ولا فيه واحد الضوء مجهد، البيت اللي كان فيه ولا مضوي، حمزه تخلع حمزه غبر لي الاثار اختفى من البيت ما حس براسو حتى لقى راسو قدام واحد القصر كبير وكيخلع، كان كبير بزاف والشراجم ديال القصر كيبان منهم ضوء احمر كيخلع. في ديك الليل كان ساعة الليل ديك الساعة حمزة تخلع شد المصيبة تاني يعني. واش انا كنحلم ولا شنو؟ واش انا ربي كنحلم بالله؟ انا كنحلم زوينة هادي واش هادي وسط حلمة ولا شنو؟ بلاتي نعاود نقرص راسي كما انا مازال ناعس. حمزة قرص راسو هو يتقصه وحس لا غير حس بيه ويتحل الباب ديال القصر. حمزة رجع اللور وتخلع اشنو هادشي؟ وبان لي شي واحد خارج جاي عنده، حمزة مخلوع وكيقفل وعينيها بقوة الخوف خرجوا، داك العجب قرب ليه وصل عنده
وكان راجل شاهر لابس جلابة بيضاء وشعر أبيض وكان كي يبتسم وقال مرحبا بك عند ناسي حمزة، بتخاف ما والو، أنا الأب ديال الفريحة، ترى عودت لي كل شيء بلا انت عاونتيها واسترتيها ملي دخلت عندك. قلت لي أحشومة عليكم، خلوني نعيش حياتي، راه عقلي غادي خرج من بلاصتو، هادشي راه بزاف عليا، راه قريب نحمق. قال لي بوت فريحة ما تخافش، حنا ما غاديش نديرو ليك شي حاجة خايبة سي حمزة، بالعكس راه حنا كنا كنعاونوك وديما كنا معاك، وصاتنا عليك فريحة. قلت لي فريحة فين هي؟ مالها شنو طاري؟ ما انا مابقاش كتجي عندي ملي كنبغي نشوفها. قال لي اجي دخل ونعاود ليك. حمزة دخل معاه دار فيه الثقة، حيت الأب ديال فريحة هذا ما يمكنش يكون ما مزيانش. المهم دخلوا وتسد الباب، لقى واحد المرأة شارفة وشي ولاد وبنات، وقال لي بالله هذه الأم ديال فريحة وهادو ولادي خوت ديال فريحة. حمزة رحبوا بيه وقالوا لي مرحبا بك عندنا حمزة. قلت لهم شكرا لكم، واش كتعرفوني؟ نقزت الأم ديال فريحة قالت لي اه ولدي كنعرفوك من نهار تعرفتي على فريحة وهنا كنعاونوك حتى وليتي حاجة وشان في الدنيا. قلت لهم كنتو كتعاونوني ديما، انا كنت حاسس بلا داك الزهر كامل اللي عندي وانا منحوس من الدرجة الاولى، ما يمكنش يكون غير هكاك، كنت حاسس بلا ورا شي حاجة. هو يقول لي يا بابا ها اه ولدي حنا اللي كنا كنعاونوك من بعد ما فريحة ماتت ووصاتني عليك. صدمة ديك الساعة حسيت بيها ورجلي يفشلو، بقيت كنقفقف وما عرفتش ما نقول. شتي كتقولوا راه هادشي ما يمكنش، ماشي تدخلش للعقل، فريحة تموت؟ لا لا لا. حمزة بدات يبكي وكيقول هادشي غير كذوب، فريحة ما ماتتش، الأم ديال فريحة قالت لي نوضة ولي من الأرض، هادشي اللي عطا الله، فريحة كانت كتبغيك بزاف ولكن ما يمكنش تكون ليك، انت من الإنس وهي من الجن ولدي، ما يمكنش تكون انت ليها وهي ماشي من النوع اللي كيخرج على حياة ديال الناس، بالعكس هي فرحات ليك ملي شافتك ضاحك وعايش باخر حياتك مع مرتك مريم. قلت لها كانت فريحة مسكينة كتبغيني وكتعاونني. حمزة ما متيقش هادشي وكيبكي. سولتهم كيفاش ماتت فريحة؟ باها قال لي فريحة بنتي مسكينة كانت مريضة بزاف، كنت ديما كنقول لها واش نجيب لك حمزة يشوفك، كتقول لي لا انا ما بغيتش يشوفني في هاد الحالة، تخليه يعيش حياته طبيعية مع مرتو مريم، انا ما نليقش ليه واخا وليت كنبغيه وديما نبغيه ونتمنى ليه غير الخير. حمزة كيسمع الهضرة ديال بابا فريحة والدموع نازلين ليه من عينيه، قالت فيه فريحة هي اللي عاونته من بعد ما الدنيا كانت ظلام في عينيه. قلت لي مسكينة فريحة واخا كانت على الفراش ديال الموت كانت كتفكر فيا الله يرحمها. الأب ديالها قال لي مهم حنا من ورا الموت ديالها كنا كنعاونوك حيت وصاتنا عليك بزاف، وقالت واحد النهار بغيت نشوف حمزة قبل ما نموت. قلت لها نجيبو ليك دابا، قالت لي لا ديني نشوفو بلا ما يحس بيا، نشوفو آخر مرة يا فاش تزوجتي بمريم، كانت حاضرة في العرس ديالك وشافتك انت ومريم وهي ضاحكة والدموع نازلين من عينيها وفرقات الحياة ديك الساعة ورجعنا بها لهنايا، وراها خلات لك واحد الأمان قالت لي نعطيها لك. قال لي أجي معي ولدي نعطيك الأمانة اللي خلات لك فريحة ونرجعك لدارك. حمزة مشى هو والأب ديالها من بعد ما مسح دموعه وطايح عليه الضيم والحزن بين في عينيه، أعطى الأب ديال فريحة واحد الرسالة من فريحة، قلت ليها أعطيها لحمزة من اللي حقق الأحلام ديالو ويوليه موشان في البلاد. حمزة شد الرسالة وبغى يقراها وقال ليها الأب لا ولدي خليها حتى تقراها انت ومرتك مريم وعاود ليها كل شيء. فرمشت عين رجع حمزة لدارو ولقى مريم مازال ناعسة في بلاصتها وفي يده الرسالة اللي خلات ليه فريحة يقراها من بعد الموت ديالها، وقال خصني نفيق مريم حيت خاصها تقرا معايا هاد الرسالة. حمزة مشى عند مرتو مريم وقال لها مريم فيقي عندي ليك شي هضرة، المهم بغيت نقولو ليك. قلت لها حمزة ياك لاباس، شوفي مين غادي نبدا ليك؟ وانا كنت دابا في مملكة العفاريت وجبت معايا واحد الرسالة خلاتها ليا فريحة. قلت لها صافي اخيرا جبتيها. كيفاش اخيرا جبتيها؟ قلت لها مريم قراها وغادي تفهم كل شيء المنحوس. قلت لها المنحوس؟ شكون قال لك انا كيقولوا لي المنحوس؟ قلت لها اجي نقراو الرساله وبارك من الهضره. حمزه ما فهم والو وهضره المريم تشوشات وما فهمت حتى لعبه، حل حمزه الرساله وبدا كيقرا فيها. سلام حمزه، انا فرحانه ملي اخيرا بديتي كتقرا في الرساله اللي خليت ليك، وانا متاكده بلي دابا وليتي عايشه زوينه اي واحد كيحلم بها، والديك ولاو مفتخرين بك. المهم انا بلا ما نطول عليك حميزو ديالي، انا مت في المملكة ديال العفاريت ولكن حييت معاك على مملكة حمزة الإنسان الحنون اللي بغيتو وحماني فواحد النهار اللي كنت غادي نموت فيه بلا شك، وقضيت معاه أفضل الأيام ديال عمري ومازال غادي نقضي معاه ما بقى ليا في حياتي، وأخيرا غادي أعرف السر اللي كان معذبني وما قدرتش نقولو ليه حتى نتأكد بلا ما غاديش يسمح فيا ويخليني. المهم حميزة الفريحة هي مريم اللي دابا معاك كتقرا قدامها الرسالة، ماتت لهيه وحيات معاك هنا. حمزة ما فهم حتى حاجة، اش هادشي؟ فريحة
مريم اللي هي هنا الموت الحياة. مريم انتش قد حكم قلت ليه انا هي فريحة حميزو ديالي. قال لا لا ما يمكنش فريحة ماتت. قلت يا مريم شوف حمزة انا ضحيت بحياتي لهيه باش نكون معاك هنا. قال لي لا لا وقيلا انا مازال كنحلم هادشي راه بزاف على دماغي باش يستوعبو. قلت لي فريحة شوف حمزة مريم كانت مريضة بزاف وكانت غادي تموت في الليلة دارسك وانا ضحيت براسي باش انت تكون فرحان والفرح ما تقلب شوي ولي حزن. قلت لها ما فهمتش مريم. فريحة قلت لي انا ماشي مريم انا فريحة هذا غير جسد ديال مريم والروح ديال فريحة اللي كانت كتبغيك ومن مريم كانت كتغير عليك وسمحات فيك باش انت ديما تكون فرحان وعايش مزيان وما يخصك حتى خير. المهم مريم كانت مريضة وما قالت لك والو خافتك تخليها حيت مرضها ما ليه دواء كانت كتخلي مرضها سر حتى يجي الوقت وتقولوا لي ديما مسكينة ما تعرفهاش الوقت ما كانتش عارفة بالله غادي يجي الاجل ديالها في ليلة عرسة وانا قررت ندخل الجسد ديالها بروحي والروح ديالها دخلت الجسد ديالي داكشي علاش ماتت مريم داخل الجسد ديالي وهي مبتسمة وانا حزينة على الموت ديالها مسكينة. قالت لي قبل ما تموت تهلايت حمزة وقولي لي راه مريم كتبغي انا غادي خرج لي العقل هنايا انا هادشي اللي كتقولو ما متيقوش. الروح ديال الفريحة في الجسد ديال مريم حمزة كيبكي وكيقول شنو درت في حياتي حتى يطراي هادشي كامل انا منحوس وديما غادي نبقى منحوس. فريحة قلت ليها حمزة دابا بلا ما تبقى دير فراسك هادشي انا عاودت لك الحقيقة كاملة انا الفريحة اللي كتبغيك وضحيت بالجسد ديالي على قبلك باش نكون معاك. حمزة ربي اللي عالم بي ودخلت سد عليه البيت وكيبكي انا ظهرو العوج وحس براسو واخا عندو الفلوس والشركات ولكن بقات فيه مريم حيت ماتت وخا الجسد ديالها مازال قدام وبقات فيه حتى فريحة حيت ضحات بالعائلة ديالها وخلاتهم وحتى الجسد ديالها سمحت فيه على قبله. فريحة كدق الباب على حمزة هو ما بغاش يحل ليها بقى ساكت وطالع ليه الدم وهي صافي تايا طاح عليها الضيم ولات كتبكي على هادشي اللي وقع ليها مع حمزة. مشات حتى هي البيت ديالها وتكات فوق الناموسية وكتفكر وقالت مع راسها انا عاد راه هادشي العقل البشري صعيب يستوعبو. حمزة شوية خرج من البيت ديالو ومشى عند فريحة وقال لها فريحة نوضي اجي. فريحة فرحات وناضت عند حمزة كتجري وتلاحت عليه وقالت لي كنبغيك حمزة بزاف لا يخليك ليا. قلت لها الحمد لله على كل حال حتى انا كنبغيك فريحة ومريم حتى هي واخا الجسد ديالها ولكن هانيا المهم ديما غادي تكون قدام عيني وفي نفس الوقت معايا فريحة ديالي حتى هي. دازت ايامات وسنين وفريحة وحمزة عايشين بخير في سعادة وحب حتى حاجة ما خاصاهم. ولدوا بنت كتشبه الفريحة بزاف سموها زينب وكانت زوينة بحال فريحة ومريم كانت ميكس ديالهم بجوج. حمزة عاش حياة زوينة مع مرتو وبنتو وحتى خير ما كان خاصه كلشي عنده والناس اللي كان تابعو ديما رجع زهر اللي كان حاسدو عليه الكبير والصغير تهلاو الله يجيب لينا فريحات بيس.